في سؤال دايما محيرني من ساعة ما بدأت أنا الأخبار منتخب الجزائر وبدأت أتكلم على منتخب الجزائر، ليه صيغة المبالغة بتكون عالية جدا لما بتتكلم على الجزائر؟ يعني ليه مثلا خبر ممكن يكون تافه ويعدي عادي ناس كتير قوي تقفش فيه؟ ليه مثلا الناس بتدور على الحاجات السلبية وبتتكلم عليها؟ ليه مثلا الناس بدأت تروح لبعيد لفكرة مين خليفة بالماضي؟ مين خليفة محرز؟ مين خليفة الجيل اللي هو الموضوع مش مستاهل كل ده، احنا نقعد نستمتع باللحظة لأن احنا عندنا في الوطن العربي مفيش حاجة اسمها خطط مستقبلية والكلام ده، احنا سايبينها على الله. يبقى نقعد نركز في اللحظه اللي احنا فيها، واللحظه اللي احنا فيها منتخب الجزائر رايح كاس الامم الافريقيه في الكاميرون. منتخب الجزائر المدير الفني بتاعه جمال بلماطي بيطلع يتكلم في المؤتمر الصحفي ان احنا جايين هنا ناخد البطوله، وان احنا عندنا امل كبير جدا في ربنا وفي اللعيبه ان احنا نرجع بالبطوله وان احنا نحصل على تتويج ثاني على التوالي. كلام جميل جدا. لما يطلع يتكلم بقى ان انا احتمال افقد لعيب مهم جدا للفريق والناس كلها تقعد تسيب كل حاجه، مين بقى اللعيب اللي جمال بلماطي هيفقده ده؟ سفيان فغولي. سفيان فغولي كان مصاب اساسا في اخر مباراه في جلطة السراي، يبقى سفيان فغولي الكلام عليه، هو الكلام على سفيان فغولي. طب انا بقى عايز اقول لك حاجه بلغه كره القدم كده، حتى لو سفيان فغولي مش هيقدر يلعب البطوله دي، سفيان فغولي هيدوس على نفسه علشان خاطر يلعب البطوله دي، لان سفيان فغولي ماشي من جلطة السراي، لان الراتب بتاعه الناس في جلطة السراي شايفين ان هو عالي شويه فهم هيمشوه، فسفيان فغولي لازم يلعب البطوله دي علشان خاطر يسوق نفسه. يعني كده كده سفيان فغولي هياخد حقن وسفيان فغولي هيدوس على نفسه عشان خاطر يلعب، ده بلغه الكوره بقى. احنا بنتكلم ككوره، ومش كل اللعيبه اللي بيلعبوا كل البطولات بتلاقي منهم سلاح. محمد الشناوي عندنا في منتخب مصر يمكن بقاله 4 شهور مش سليم وبيلعب عادي، فموضوع ان اللاعب يلعب يكون سليم 100% خلاص الكلام ده ما بقاش فيه تركيز عليه. الكلام دلوقتي بقى ان في حقن وان في بلازما وفي حاجات كتير جدا اللعيبه بتاخدها. فكره ان انت تقول لي سفيان فغولي هيبعد عن المنتخب الجزائري لحد اخر البطوله، اعتقد ان هي فكره هتكون صعبه شويه، لان سفيان فغولي عايز يلعب اكتر من جمال بالماضي ما عايز يلعبه، راجل عايز يسوق نفسه اكتر ما بالماضي ما قد يكون محتاجه فنيه، لان انت دورت على سفيان فغولي هتلاقي ان وجود ياسين ابراهيمي ممكن يكون كفايه، وجود سعيد بالرحمه وجود رياض محرز ممكن يكون كفايه. اعتقد ان اصابه سفيان فغولي مش هتكون طويله ومش هتمنعه من التواجد مع المنتخب الجزائري في البطوله. الموضوع سهل جدا وبسيط برضه. وحته اندي ديلور، لما قعدت ادور على اندي ديلور والقصه الملهمه بتاعته وان هو كان نفسه ينضم المنتخب الجزائري وبالماضي مره واحده فكسله، ايه اللي حصل يا جماعه؟ قال لك اندي ديلور بعت رساله لبالماضي بيقول له انا عايز اركز. لاعب طلع انه بعت رساله لجمال بالماضي قال لك انا مش عايز اجي المنتخب الجزائري لمده سنه، وانا عايز اقرر استمر في مسيرتي مع نيس علشان خاطر احس ان انا استقرار شويه والكلام ده. فجمال بالماضي قال له خليك، انا عن نفسي لما لعيب بعت لي وقال لي يا كابتن انا مش جاي التمرين، قلت له مع السلامه حبيبي، احنا هنقعد كل لعيب يقول لك مش عايز اجي، نقول له لا النبي تعالى. جمال بالماضي قال نفس الكلام، قال لك يا جماعه اللعيب بعت لي رساله بطريقه سيئه، كان مفترض ان هو يكلمني مباشر دايركت كده زي سواريز لما زعل من برشلونه ان هم مشوه مره واحده برساله، كان بيقول لك احترموني وكلموني كلام مباشر في وشي، انما تبعت لي رساله وبعد كده لما ما ضمكش تروح تستعطف الجمهور وتروح تعمل لقطات تخليك تضغط على، مش عليا يا حبيبي. جمال بالماضي راجل ساقع برضه، مدير فني مدقدق، عارف ان انت اتنطط براحتك كده كده خلاص، طول ما انا موجود هنا مش هجيبك بقى الا لو عطلت خالص، هاخد 2 مهاجمين معاك ومش هجيبك. الموضوع بالنسبه لاندي دولور انتهى تماما، حتى لو اندي دولور قعد كده ماسك سلك النور جمال بالماضي مش هجيبه. ودي حاجه بحب فيها جمال بالماضي جدا بصراحه، ان انت مدير فني قوي، مش عايز اجي ما تجيش، ومش هجيبك انا خالص، لو وافق ودقت خالص هجيب لعيبه من الدوري الجزائري، مش هجيبك انت خالص. وبصراحه دي فكره بتعجبني جدا. لو انت كلمت معايا قلت لي يا مصري روح شوف اخبار منتخب بلدك، احنا عندنا في مصر هنا مهتمين بالبيف اللي بين مروان موسى وابو يوسف اكتر بكتير من اهتمامنا باخبار منتخب مصر، فاسيبها على الله يا باشا. احنا بنتكلم في ايه؟ احنا كل شويه بنقعد نعمل ريفريش نشوف حد نزل حاجه ولا لا، ففكك من حوار منتخب مصر ده. بصراحه احنا بنحييكم على الروح اللي عندكم بصراحه، ونتمنى انها تستمر، نتمنى روح الانتماء للمنتخب الوطني تفضل مستمره عندكم، ونتمنى ان المسؤولين عندكم ما يسرقوش المنتخب الوطني، يودوه لفئه معينه زي ما المسؤولين في منتخب مصر سرقوا منتخب مصر من الفئه القليله او الفئه المتوسطه والفئه الفقيره، هم سرقوا منتخب مصر مننا ولما حبوا يرجعوه لنا قلنا لهم مش عايزين يخليه لكم. لو عجبك الفيديو اعمل لايك، لو ما عجبكش اعمل ديسلايك، وفي الحالتين اشتركوا في القناه علشان اخيك مكمل 16 ونص ونفسه يوصل ل 17 او ل 20 حتى قبل كان حتى اي حاجه معلم منك، اي حاجه تطلع منك النهارده بيها.